بنسمع ان علي معلول عقده النادي الاهلي مش عارف يطلع باك ليفت احسن من علي معلول. النادي الاهلي بجلاله قدره مش عارف يشتري باك ليفت مصري سعره كويس. لا، علي معلول بياخد مليون دولار في السنه، واجايب ياخد مش عارف 900 الف دولار في السنه. ايه يعني ليه؟ عشان هيعملوا ايه؟ يضيفوا ايه للنادي الاهلي؟ انا مش عايز امسح عشان الكورونا. هيضيفوا ايه للنادي الاهلي؟ علي معلول او اجاييه او ايه؟ هيضيفوا ايه؟ دولاب النادي الاهلي ما عادش فيه مكان للبطوله. ما عادش فيه مكان. النادي الاهلي لو قعد 10 سنين ما ياخدش بطولات، يبني فرقه. النادي الاهلي يبني فرقه، مش لازم نشتري. النادي الاهلي يا كابتن مجدي فعلا بيبني فرقه، ولكن بيبني فرقه بكل معطيات الاحتراف. حضرتك بتتكلم على مركز الظهير الايسر، حضرتك بص في الدوري وبص في منتخب مصر اللي كان عنده ازمه في المركز ده، ايمن اشرف احيانا بيلعب، عبد الله جمعه على فترات، وطبعا معروف ان المركز ده احنا بنعاني منه. النادي الاهلي بيضم لاعب زي علي معلول من اكثر اللاعبين تاثيرا على مدار الفتره اللي انضم فيها معلول، بالارقام وبكل حاجه كابتن علي معلول لإسهامه الواضح جدا. حضرتك بتتكلم بشكل احترافي، تمام، النادي الأهلي بيطبق الاحتراف فبيضم احتياجاته. طيب هل اللاعبين دول غير مؤهلين للنادي الأهلي؟ ما أضافوش، ما أسهموش؟ هنعرف في اللي جاي. يعني انت رأيك ايه؟ رأيي، ما أنا قلت رأيي، هو ده حاجة محتاجة رأي. طبعا لاعبين جيدين جدا، بس عايزين نشوف راي حد تاني. لا، هو الحقيقه كابتن مجدي يعني راي حضرتك في تحديدا في الاسمين دولت كان مختلف، بس من فتره شويه نطلع نشوف راي كابتن مجدي تحديدا في علي معلول وجونيور اجايه. هو طبعا يعني من المفترض يصرف، يعني من المفترض ان النادي الاهلي بيصرف، ومن المفترض ان النادي الاهلي بيدور على افضل العناصر اللي تبقى موجودة داخل النادي الأهلي، ومفترض أنه بيجيب أفضل اللعيبة المحترفة زي ما حصل في السنوات اللي فاتت. في الحقيقة يعني وجود أجاييه، وجود وليد أزارو، وجود علي معلول، كل دول مجموعة قبلهم إيفونا، كل دول كانوا مجموعة في الحقيقة أضافت للنادي الأهلي، ودت النادي الأهلي قوة كبيرة جدا. والنادي الأهلي ما فكرش في الناحية المالية. يعني نفتح الباب ولا نقفل الباب؟ يعني من جانب الماديات انت بتقول مفترض النادي الاهلي يصرف، ثم الفيديو او الحاله المؤخره اللي حضرتك اثرتها من خلال بعض القنوات ومن خلال بعض البرامج وحتى قناه حضرتك على اليوتيوب، اتكلمت في فكره ما ينفعش يصرف ونقعد 10 سنين من غير بطوله، والكلام ده اصلا ما يناسبش جماهير النادي الاهلي، لان انت عارف عقليه جماهير النادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي، احنا ما بنفكرش غير في البطوله والمركز الاول، وده ضريبه بيدفعها النادي الاهلي وكل مسؤول في النادي الاهلي، وكل حتى لاعب بينضم للنادي الاهلي هي فكره ان انا بلعب دايما تحت ضغط المركز الاول. لكن يا كابتن مجدي، خلال فتره ما بسبب اشياء ما وتغير شخصيات ما تغير الامر، بقى علي معلول المفروض ما نصرفش في الوقت لما كان قبل كده زي ما عرضنا ان علي معلول واجاييه وليد ازارو، والمفروض النادي الاهلي يبحث عن الصرف وعن احتياجاته وعن الاحتراف. انا عارف ان انت ليك تاريخ كبير من وطبعا من اوائل الناس اللي احترفت في بيرامار، ولكن ارائك مختلفه يا كابتن مجدي، بتوضح ان الامور فيها مش منطقيه. لا، فيها غرض، وده شيء لا يسيء لحد. فيها غرض، انا لما اقول لنفس اللاعب لاعبين كبار واضافه للنادي الاهلي واستشهد بيهم، وارجع هاجم اللاعبين واقول انت مش عارف تخرج باك شمال، على خلفيه كمان عن فايلر اللي كان تقييمه في نفس القناه برضو سلبي، وكان دايما في ضغط عليه، وفكره حتى ليله مباراه سان داونز كان فايلر بيتهاجم، كان الموضوع صعب جدا. وبعدين يبدو ان في توجه بعيدا كمان عن القناة الخاصة بكابتن مجدي الشخصية، لا احنا بنتكلم واضح ان البرنامج اللي بيظهر فيه كابتن مجدي عبد الغني ليه توجه معين ودائم ضد النادي الاهلي، لدرجة ان كابتن محمد فاروق اخر مرة كان بيتكلم ان انا مش عارف اسيطر على الضيوف جوه الحلقة. وطبعا الموضوع بيبقى فيه هجوم صعب جدا على النادي الاهلي. يا جماعة بعد اذنكم، احنا لا نفرض اي وصاية على احد، من حق كل واحد يكون له رأيه، ولكن مش بالشكل اللي فيه
إساءة والشكل اللي فيه تجاوز، اللجنة الفنية طالعة كلام. احنا عشان كده يعني كابتن محمد فاروق أهلاوي وكان يعني لاعب منتمي للنادي الأهلي وإعلامي كبير، مش لازم يا جماعة نهاجم النادي الأهلي واحنا بنهاجم نبدأ نسيء من الأشخاص ونقلل، ويبقى واضح جدا ان في توجه، يعني ما بنشوفش ده مع أندية تانية اطلاقا. كمان هنطلع للفيديو ده احمد بمناسبة الجملة بتاعت النادي الأهلي لازم يصرف، ده رأي كابتن مجدي عبد الغني، النادي الأهلي بيلعب على بطولات فلازم يصرف. تعالوا بقى نشوف رأي كابتن مجدي عبد الغني برضه في الفيديو اللي جاي. لازم تحاسبوا الناس اللي طبعا نادي بيراميدز ده نادي خاص بتاع واحد مستثمر، ما نقدرش نقرب له، نضرب له تعظيمين سلام. عايزين الأندية كلها تبقى كده، كرة القدم في مصر تبقى كده، اللي عايز يتفضل يدفع، ما حدش يقدر يلوم بيراميدز. بيراميدز تحط 50 مليون 60 مليون 80 مليون ترميهم البحر، تاخدهم كده ترميهم في الميه تعملهم. الكلام اللي اتقال ده في غايه الخطوره. ليه بقى؟ كابتن مجدي عبد الغني مسؤول عن جمعيه اللاعبين المحترفين. كابتن مجدي عبد الغني لفترات طويلة جدا داخل اتحاد الكورة مسؤول عن شؤون اللاعبين، وكمان من أحد الناس واضع اللوائح. الكلام اللي اتقال ده خطير جدا وينافي كل ما له علاقة بالاحتراف في كرة القدم على مستوى العالم. أولا أنت بتشيل أي مبدأ تكافؤ، نادي بيراميدز يصرف ويعمل اللي هو عايزه، يرمي الفلوس في البحر، بس النادي الاهلي عليه قيود وضوابط معينه. بالعكس انت قبلها في الفيديو السابق كنت بتتكلم ان النادي الاهلي لازم يصرف عشان بيلعب على بطولات. هنا بقى لو حضرتك يا كابتن مجدي بتتكلم لتوحيد المعيار مع كل الانديه، كنت حضرتك هتتكلم في قانون اللعب المالي النظيف. القانون ده فكرته عشان ما نطولش على الناس، بيتكلم في ان ايراداتك ومصروفاتك يبقى فيه بينها توازن، بحيث ما يكونش فيه مصروفات اعلى بكتير من الايرادات فتبقى بتخسر ومكمل. وده بيدخل فيه عوامل كتيره جدا الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي بيخافوا منها. لو حضرتك هتيجي تقول نحط القواعد دي لكل الانديه المصريه، ومش كده بس، ما انا ممكن احطها للانديه المصريه والاتحادات الاخرى زي الاتحاد التونسي او المغربي ما يكونوش بيطبقوا ده، فالنادي الاهلي يقع، وده معروف، لان انا هبقى عندي حجم الانفاق قليل نتيجه اسباب معينه، ويبقى في الانديه الاخرى او في البطولات او المسابقات اللي بتنافس معاك في افريقيا حجم انفاقهم عالي، نادي زي مازيمبي، نادي زي الترجي، نادي زي الوداد، بس ولو او اي مستثمر ولو خليه حتى يطبقها على الانديه المصريه. يا ريته قال كده. في النهايه النادي الاهلي هو اللي معاه رخصه الانديه المحترفه في صحيح. مصر، فبالتالي النادي الاهلي هو اللي فيه موازنه محترمه بين مصروفاته وايراداته. ما هو ده مش دور الاتحادات الاهليه بس، ده انت بتيجي للاتحادات القاريه زي الاتحاد الاوروبي او الاتحاد الافريقي يقول انا هحط المعايير دي لكل الانديه، انما انت عايز النادي الاهلي يمشي علي معلول ويمشي اجاييه وما يصرفش رغم انك قلت عكس كده، وكمان الفرق الاخرى تصرف زي ما هي عايزاه. كلام مش منطقي هو بيتكلم ومش طبيعي. من منطلق ان فريق بيراميدز اللي مالك خاص فيصرف، لا يا كابتن مجدي انت بتتكلم في احتراف، وانت من بدايه الازمه اللي هي بدون اي لازمه عامل المشكله على الاحتراف، فبالتالي احنا بنقول الاحتراف فيه لعب مالي نظيف. كابتن مجدي حضرتك لك قيمه كبيره، تاريخ كبير كلاعب، من اعظم اللعيبه اللي لعبت في مركزك، يمكن اعظم لاعب حتى في المركز ده، ولكن احنا هنا بنتكلم عن رأي اللي بتقوله نفسه. اللي واضح جدا 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 ان هو فيه تناقض، وحتى الحده اللي بتتكلم بيها بتوضح ان الامور مش قصه رأي ورأي آخر، لا في حدة في التعامل، في حدة ما كانوش عارفين يلحقوا عليك في إنك تسكت في القصة دي. مختلف على فكرة الماديات اللي بتدفع للاعب برغم إنها تدفع من نادي تاني عادي جدا. كلام كله يا كابتن مجدي مش باين أنت هي فين الأزمة. هل الأزمة فعلا في تجديد أحمد فتحي؟ أنا أعتقد الأزمة مش في تجديد أحمد فتحي. كابتن مجدي حضرتك لاعب لك تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي، عشان ما تطلعش تقول أصل قناة النادي الأهلي بتهاجمني والكلام ده كله. بالعكس حضرتك مسجل جول في النهائي 84 أبطال كؤوس، ونهائي 85 أبطال كؤوس، ونهائي 86 أبطال كؤوس، ودي نادرا لما لاعب بيكون عاملها، عارفين التاريخ ده كله وبنقدره، ولكن لازم حضرتك تقدر النادي الأهلي، ولازم تاخد بالك النادي الاهلي يا كابتن مجدي، النادي الاهلي اللي انت في وقت من الاوقات رحت دخلت قلت انا مش جاي اساند مجلس اداره، انا جاي اساند النادي الاهلي، لاننا مش ورا مجلس اداره دلوقتي او سابق او قادم، احنا ورا النادي الاهلي اللي تم انشاؤه من 1907 سنه. فين كلامك ده يا كابتن مجدي؟ فين كلامك؟ فين كلام حتى يعني ما ترددش في ذهنك كلام الكباتن اللي زملتك في الملعب زي كابتن ثابت البطل، وهو بيقول لك لو حابب تنتقد النادي الاهلي تيجي النادي الاهلي،
تعالى كابتن مجدي نفكرك بكلام الكابتن ثابت البطل، ونتمنى ان حضرتك لما تسمعه تاخده بعين الاعتبار. نطلع فيديو ثابت البطل. ارجو ان احنا نتعلم من الناس اللي سبقونا، ولازم نفهم يعني ايه نادي الاهلي، ويعني ايه اخلاقيات، ويعني ايه نظام، ويعني اللي عايز يهاجم النادي الاهلي يهاجمه جوه البيت ويقول رايه ويجد الحلول. بس الجمهور ليه حق برضه يا ستي، ما الناس عارفه كل حاجه، وانا ما بنشرح للناس، لكن انا هل انا اقدر اهاجم المكان اللي رباني وكبرني؟ لا يمكن. ممكن هاجمه من منطلق ان مصلحته، يعني ما هاجموش حضرتك ليك وجهه نظرك جوه اقولها زي ما انا عايز، انما ما هاجمش على الصحافه وفي الاعلام والكلام ده اللي انا اتربيت عليه في النادي الاهلي واللي احنا اتربينا عليه في النادي الاهلي. سهل جدا اطلع واقول اي حاجه. انا اعيش في دور البطل يعني؟ لا، انت عندك هاجم جوه وحافظ على البيت اللي كبرك ورباك وخلاك تطلع في التلفزيون. كلنا اللي عايز يهاجم يهاجم جوه البيت ويحافظ على البيت اهم حاجه، لان الناس عندنا برضو في البعض، يعني البعض مش عايز اقول الكل، ان في ناس فاهمه وناس واعيه وناس يعني عارفه ايه النادي الاهلي ويعني ايه ناس بتحترم النادي الاهلي. يجب ان احنا في المواقف الصعبه نقف جنب بعض لمصلحه النادي الاهلي الاول والاخير، لانك انت موجود النهارده بكره مش موجود، لكن النادي الاهلي هو اللي باقي. عاش ثابت ومات بطل، الله يرحمك كابتن ثابت. اعتقد كلام واضح جدا وكلام مهم جدا. وبالمناسبه كابتن ثابت البطل تعرض لهجوم جماهيري قبل كده، ولكنه التزم الصمت، حتى تعقيبه على فكره الجماهير وغضب الجماهير كان بيحز في نفسيته، لكن لم يتحدث اطلاقا. كابتن ثابت البطل لحد اخر دقيقه في عمره بيخدم النادي الاهلي، وده الكلام اللي احنا بنوجهه لكل، مش لكابتن مجدي عبد الغني بس، لكل نجم حس ان هو له تاريخ مع النادي الاهلي. اي انتقاد للنادي الاهلي، اي حاجه مش عاجباك، تعالى كلم النادي في النادي الاهلي، لجنه التخطيط لها كل التقدير والاحترام، فيها كباتن كبار على راسهم الكابتن محسن صالح، تاريخه كبير جدا مع النادي الاهلي. فالهجوم الغير مبرر او حتى المبرر ما يكونش بالشكل ده يا كابتن مجدي. نتمنى ان انت تعيد النظر في الامور، ويكون الكلام كله احترافي فقط لا غير، لان التناقض اللي بيحصل بيبان ان الامر ما كانش احترافي. ودي كانت اخر فقره السوشيال ميديا. نطلع فاصل.